المسألة العاشرة ممزوجة بحلها. في 1/9 ن أصدرت شركة الجواب 50,000 سند دين بقيمة اسمية وسعر تسديد $100 وسعر إصدار $95 للسند بفائدة معدلها 5% سنويا. يسدد هذا القرض خلال 5 سنوات بطريقة القسط الثابت. هالمرة القسط الثابت مش الاستهلاك الثابت، يعني هالمرة بدي أطبق هاي، بدي أستعمل هاي. هنيك لما كان في استهلاك ثابت ما لزمتني أبدا، لما يكون طريقة القسط الثابت لا بدها تلزمني. إذا يبدأ سريان مفعول الفوائد في 1 تشرين الأول، مع أنه هو الإصدار كان ب1/9، يبدأ سريان مفعول الفوائد في 1/10 من كل سنة اعتبارا من 1 تشرين الأول ن، وتسدد أقساط خدمة القرض في 30 أيلول من كل سنة، القسط الأول في 30 أيلول ن+1. وقد تم الاكتتاب بجميع السندات المطروحة نقدا، وبلغت مصاريف الإصدار 25 مليون دفعت نقدا. المطلوب 1 تسجيل إصدار القرض والاكتتاب به وتحريره ومصاريفه بقيد واحد أو عدة قيود وفقا لاختيارك. إذا مثل ما اتفقنا، إلى حساب قروض لقاء سندات دين بعدد السندات اللي هو 50,000 ضرب سعر التسديد اللي هو 100، يعني 5 مليون. من حساب علاوات تسديد سندات الدين بعدد السندات ضرب الفرق بين سعر التسديد وسعر الإصدار 100 ناقص 95، يعني 50,000 سند ضرب 5 250,000. من حساب مصاريف وعمولات على إصدار القروض بالمبلغ اللي هو آيلو كمصاريف في حال كان ذكر هو مصاريف، هو ذاكر 25,000. الباقي من حساب الصندوق اللي هو 5 مليون ناقص 275,000 يساوي 4,725,000 من حساب الصندوق في حال ذكرت مصاريف إصدار القرض في السؤال. هذا 1. 2 إعداد جدول استهلاك القرض في حدود سطر السنة الثانية وسطر السنة الأخيرة هي الخامسة. أوكي، لاحتساب القسط السنوي الثابت، القسط الثابت النظري بدي استعمل هذه القاعدة، في زيرو يساوي A ضرب 1 ناقص 1 زائد E على بويسونس موان على E. في زيرو مين هي؟ في زيرو هو أصل القرض بسعر تسديده اللي هو 5 مليون، A اللي هي نحن بدنا نحددها، E اللي هي معدل الفائدة اللي هي 5%، N اللي هي عمر القرض المساقب إني 5. هون 5 مليون اللي هو أصل القرض يساوي A اللي نحن بدنا نحددها ضرب 1 ناقص 1 زائد 5% على 5% على بويسونس ناقص 5. طبعا هذه الخمسة مساقب هون بهالسؤال 2 و5 لأنه عمر القرض 5 ومعدل الفائدة 5%. هو طبعا هون مساقب إنه يساويه لأنه عدد السنوات القرض 5 سنوات ومعدل الفائدة 5%. حسبنا هذا بالكالكولاتريس طلعت 4.329 4 7 6 6 7 1. قسمناهم A يساوي 1,154,874. هيدا القسط الثابت النظري. ليش عم نسميه النظري؟ هلا بنعرف. اذا هون اول شيء بينعمل بهذه الطريقة هو تحديد هيدا القسط، بينما بهذه الطريقة اللي هي الاستهلاك الثابت بيتحدد السندات، بيتحدد عدد السندات المستهلكة، بيتحدد الفائدة، بعدين بيتحدد القسط. لا، هون نبدأ بهيدا بالقسط الثابت النظري. طلع القسط الثابت النظري 1,154,874. طيب إذا هيدا القسط الثابت السنوي النظري، قد ايه استهلاك النظري للسنة الأولى؟
إذا أنت عم تقول إنه القسط هو الفائدة زائد الاستهلاك، فإذا أنا طرحت من هذا المبلغ الفائدة بيطلع الاستهلاك. قد إيه فائدة السنة الأولى؟ فائدة السنة الأولى يساوي أصل القرض ضرب معدل الفائدة، يعني 5 مليون ضرب 5%، يعني 250 ألف فائدة السنة الأولى. يعني الاستهلاك النظري للسنة الأولى يساوي القسط الثابت النظري ناقص فائدة السنة الأولى يساوي 1,154,174 ناقص 250 ألف. الاستهلاك النظري للسنة الأولى يساوي 904,174 نظري، نرجع بنقول النظري. طيب هدول إذا أنا بدي أسدد من أصل القرض، إذا أنا بدي أسدد من أصل القرض بالسنة الأولى 904,174، يعني كم سنة بدي أسدد؟ هو هيدا المبلغ قسمي سعر التسديد، 904,174 قسمي 100، يعني 9,048.74. بس هذا ما ينفعش، هيدا نظري، لأنه ما ينفعش إنه أنا أسدد جزء من السند، يا ما بيتسدد إلا أسناد كاملة، ما بيتسدد أجزاء من السند. طيب هلأ أنا بقى بدي أعالج هالمشكلة إنه عم يطلع معي فواصل، شو بدي أعمل؟ هناك طريقة بسيطة وسهلة وعملية للقيام بذلك، وهي التالية. نحن حددنا القسط الثابت النظري، القسط الثابت النظري، القسط الثابت النظري إذا أنا بدي أطرح منه فائدة السنة الأولى اللي هي مبلغ القرض ضرب معدل الفائدة، بيطلع استهلاك السنة الأولى. لأنه شو؟ لأنه القسط الثابت مثل ما قلنا هو عبارة عن الفائدة زائد الاستهلاك، بل مش القسط الثابت، القسط بطريقة القسط في عملية استهلاك سندات الدين، أو في استهلاك القروض بفائدة مركبة أو بفائدة بسيطة. القسط هو الفائدة زائد الاستهلاك. فإذا أنا بدأت بتحديد القسط، وهذا القسط يعني عمليا ثابت بهذه الطريقة، طرحت منه فائدة السنة الأولى، بيبقى استهلاك السنة الأولى. القسط 1,154,874، طرحنا منه فائدة السنة الأولى اللي طلعت 200 ألف، اللي هي طلعت 250 ألف، فبيكون الاستهلاك النظري للسنة الأولى 904,174. إذا أنا جيت قسمت استهلاك هذه السنة على سعر التسديد، بيطلع معي كم سند بده يستهلك في السنة الأولى؟ بيطلع أنه بدي استهلك في السنة الأولى 9,048.74 سند. هذا الشيء ما بينعمل تسديد لأجزاء من السندات. السندات تسدد كاملة، ما في يسدد عدد من السندات بلس جزء من سند، فبده ينعمل تدوير. هلا الطريقة العملية والسهلة بإجراء التدوير هو إنه اللي ينعمل التدوير بشكل مسبق قبل إعداد جدول استهلاك القرض. التدوير بده ينعمل على أساس إنه في هذه الطريقة اللي هي طريقة القسط الثابت، كل استهلاك في سنة يساوي استهلاك السنة السابقة له ضرب 1 زائد معدل الفائدة. يعني إذا كان معدل الفائدة 5%، يعني استهلاك كل سنة يساوي استهلاك السنة السابقة ضرب 1.05. عدد السندات المستهلكة في كل سنة يساوي عدد السندات المستهلكة في سابقتها ضرب 1.05. بناء على هذه العلاقة، أنه في بروجريسيون جيومتريك بين الاستهلاكات المتتالية، وأنه الريزون بتاع هذه المتوالية 1 بلس اي،
يعني لما يكون معدل الفائدة 5% ان بلس اي يكون 1.05، عملنا هذا الجدول، حطينا فيه 5 استهلاكات 5 سنوات. قلنا انه نحن الاستهلاك النظري بتاع السنة الاولى 9048.74، هو ده الرقم اللي حددناه. استهلاك السنة الثانية بده يكون هذا الرقم ضرب 1.05. استهلاك السنة الثالثة بده يكون هذا الرقم ضرب 1.05. استهلاك السنة الرابعة بده يكون هذا الرقم اللي قبله، يعني استهلاك السنة الثالثة ضرب 1.5. استهلاك السنة الخامسة بده يكون استهلاك السنة الرابعة، عدد السنوات المستهلكة في السنة الرابعة ضرب 1.05. إذا جيت أنا هون حطيت الرقم البياني، يعني تركت اللي بعد الفاصل، كتبت البياني من دون أي عملية تدوير لا لفوق ولا لتحت، 9048، 9501، 9976، 10475، 10978. إذا جيت جمعتهم بيطلعوا 49998. إذا أنا تركت اللي بعد الفاصلة بيطلع ناقصني سندان، عندي 50,000 سند، مجموع السندات 50,000 سند. يعني بدي أعمل تدوير بمحلين، بسندان بدي أعمل تدوير. أنا بدي أطلع مين أقرب شي لفوق. أقرب شي لفوق هي السنة الأولى والسنة الأخيرة، فاصلة 7 وفاصلة 8. رح أجي أقول هون زائد 1 وهون زائد 1. هعمل أنا بدي أزيد 2، فبدي أزيد 2 على أقرب حدا لفوق. أقرب شي لفوق السنة الخامسة تليها السنة الأولى، 9,10,998.8، 9,048.7. إذا رح أجي أقول هون زائد 1، يطلع المجموع 50,000 سند. هذا بعد التدوير، وهذا اللي بدي إياه، إنه يطلع المجموع 50,000 سند. إذا هيدي عملية التدوير اللي بتصير قبل ما ينعمل الجدول، بيجي وراها جدول الاستهلاك. هلأ هون بهذه المسألة ما بده جدول الاستهلاك كاملا، ولا بده أول سطرين من جدول الاستهلاك، سطر السنة الثانية وسطر السنة الخامسة. قد ايه عدد السندات في بداية السنة الثانية؟ عدد السندات في بداية السنة الثانية يساوي مجموع عدد السندات ناقص المستهلك في السنة الأولى. لأنه هذا اللي بيعرف كيف مبني هالجدول بيقول إنه أول سنة كانوا 50,000، استهلك منهم 9,049، يعني بيفضل للسنة الثانية 40,591. القيمة هي هذا الرقم ضرب سعر التسديد. سعر التسديد 100، مبلغ الفائدة يساوي هذا الرقم ضرب 0.05، معدل الفائدة لأنه 50%، هذا مبلغ الفائدة. عدد السندات المستهلكة في السنة الثانية هو هذا عدد السندات المستهلكة في السنة الثانية 9,501. القيمة هو هذا ضرب 100. القسط يساوي الفائدة زائد الاستهلاك، 1,154,855. بآخر السنة يساوي أول السنة ناقص عدد السندات المستهلكة خلال السنة. القيمة هو هذا الرقم ضرب 100. خلينا نجي نقول الآتي، إنه لو نحن هلأ بعد التاني بدي أعمل التالتي كان بده ينزل هذا الرقم، نفتح فيه السنة التالتي حطه هون. بس اللي بقى هو ما بده تبقى التاني تالتي، بده تاني خامسة. يعني هاجي أقول هون الخامسة هي 50,000 ناقص عدد السندات المستهلكة في الأولى وعدد السندات المستهلكة في الثانية وعدد السندات المستهلكة في الثالثة
وعدد الاستعدادات المستهلكة في الرابع. يعني بكل بساطة هو هذا الرقم اللي باقي هون، لأن إذا أنا طرحته للأربعة بده يبقى عدد الاستعدادات المستهلك في السنة الخامسة. الاستهلاك هو هذا، استهلاك السنة هو هذا، وطبعا اتفاق هذا مع هذا هو شيء طبيعي بالسنة الأخيرة. بالسنة الأخيرة استهلاك السنة بيكون مماثل للرصيد في أول السنة، أنا بدي أخلص بزيرو أنا، فيكون هذا هو ذاته هذا بالسنة الأخيرة، هذا هو الأمر الطبيعي. السنة الخامسة هذا الرقم ضرب 0.05. استهلاك السنة الخامسة هو عدد الاستعدادات المستهلكة في السنة الخامسة ضرب 100. قسط السنة الخامسة يساوي الفائدة زائد 1,154,895. لاحظوا إنه عم بيكون قريب من النظري، دايما قريب من النظري، بيطلع عنه شوي بيزل عنه شوي ولكن قريب منه. بآخر السنة الخامسة 10,999 ناقص 10,999 صفر ضرب 100 بيكونوا صفر. 1,099,900 ناقص 1,099,900 صفر. هذا جدول الاستهلاك الجزئي اللي فيه سنتان غير متتاليتين. عم بيقول لي إجراء قيود الجرد المتعلقة بالفوائد في 31/12 نون زائد واحد. عم بيقول لي أنا ما بدي قيود الجرد في 31/12 نون، ما هي ما بدي إياها ب 31/12 نون. القرض صدر في 1/9 نون، أول قيود جرد بتنعمل ب 31/12 نون للفوائد لمصاريف الإصدار لعلاوات التسديد. عم بيقول لي أنا ما بدي إياه هون هدول. عم بيقول لي أنا ما بدي قيود الجرد في هذا التاريخ، مش ب 31/12 نون السنة التي صدر فيها القرض، بدي في 31/12 نون زائد واحد السنة التي تلي السنة التي صدر فيها القرض. طيب بدي إجي يوقف أنا ب 31/12 نون زائد واحد، قول فائدة السنة الكاملة قديش؟ 204,755. هذه فائدة السنة الثانية من حياة القرض، السنة الثانية من عمر القرض. أنا بدي إجي أعترف عن فوائد قديش؟ هو أيمتى بدأ سريان مفعول الفوائد؟ 1 تشرين الأول. يعني بدي إجي أعترف بفوائد 3 شهور، بفوائد 20 أول، 20 تاني، كانون الأول. يعني حاجي أقول هيدا الرقم ضرب 3/12 بيطلع الفوائد اللي أنا بدي أعترف فيها في 31/12 نون زائد واحد. دايما قيد الاعتراف بالفوائد من حساب فوائد على الدين الدائنة والقروض إلى حساب فوائد جارية على قروض لقاء سداد الدين. بس مش دايما هذا المبلغ، هذا المبلغ يتغير من سنة إلى أخرى. هذا قيد الجرد المتعلق بالفوائد. إجراء قيود الجرد المتعلقة بعلاوات التسديد ومصاريف الإصدار في 31/12 نون زائد واحد. إذا علمت أنه تقرر استهلاك علاوات التسديد على عمر القرض وبالتوزيع المتساوي على سنوات القرض وتوزيع مصاريف إصدار القرض على عمر القرض بالتساوي. نحن ب 31/12 نون زائد واحد بدي أقول هيدي المصاريف وهيدي العلاوات لما كانت 31/12 نون كان مضى عليها 3 أشهر بس، فبالقيد الجرد بتاع 31/12 نون اعترفنا باستهلاك عن 3 شهور. بس 31/12 نون زائد واحد أنا بدي أعمل لها استهلاك من أول سنة نون زائد واحد لآخر سنة نون زائد واحد، استهلاك سنة كاملة. فاستهلاك العلاوات واستهلاك مصاريف الإصدار بيكون عن سنة كاملة ب 31/12 نون زائد واحد و31/12 نون زائد اثنين و31/12 نون زائد تلاتة و31/12 نون زائد أربعة. بيكون استهلاك العلاوات واستهلاك المصاريف عن سنة كاملة. هلا بآخر سنة بيصير الاستهلاك عن 9 أشهر ليصير المجموع كله سوا على بعضه 5 سنين.
إذا أنا عم بستهلك القرض على 5 سنوات. إذا استهلاك سنة كاملة، هي علاوات التسديد قديش؟ علاوات التسديد 250 ألف. 250 ألف على 5 يعني 50 ألف استهلاك السنة كاملة، يعني من حساب مخصصات الاستهلاكات المالية إلى حساب علاوات تسديد سندات الدين 50 ألف. نجي لمصاريف الإصدار. مصاريف الإصدار لو أنا في نهاية السنة الأولى من عمر القرض، كان أول شيء بدي أحطه بحساب اسمه مصاريف إصدار القرض المقرر توزيعها على عدة دورات مالية. قول من حساب مصاريف إصدار القرض المقرر توزيعها على عدة دورات مالية إلى حساب تحويل أعباء للتشغيل. لو هذا الكلام كان بنهاية السنة الأولى، بده يرجع يلحق القيد باستهلاك السنة الأولى، وبدي راعي إنه استهلاك السنة الأولى بيكون عن الفترة من تاريخ الإصدار أو تاريخ سريان مفعول الفوائد حتى نهاية السنة، عن 3 شهور. بينما بنهاية السنة الثانية، القيد الأول اللي هو من حساب مصاريف إصدار القرض المقرر توزيعها على عدة دورات مالية إلى حساب تحويل أعباء تشغيل إلى حسابات أخرى، هذا ما بيتكرر، ما بينعمل هذا القيد إلا في نهاية السنة الأولى، ولا يتكرر في السنوات التي تليها. مرة واحدة هذا بينعمل هو نهاية السنة الأولى. واستهلاك السنوات نون زائد واحد ونون زائد اثنين ونون زائد ثلاثة ونون زائد أربعة بالنسبة لمصاريف إصدار القرض بتكون عن سنة كاملة. السنة الأولى 3 شهور، 31/12 نون زائد واحد، 31/12 نون زائد اثنين، 31/12 نون زائد ثلاثة، 31/12 نون زائد أربعة، هدول كلهم عن سنة، بيكون لحد هلأ المجموع صاروا 4 سنين وربع. السنة الأخيرة اللي ورا 31/12 نون زائد أربعة، 31/12 نون زائد خمسة، بينعمل استهلاك عن 9 أشهر اللي فاضلين من حياة من عمر القرض، بيكون صار ساعتها هذه المصاريف مستهلكة بالكامل. إذا المصاريف قلنا نحن مبلغها 50 ألف، استهلاكها على 5 سنين يعني كل سنة بتحمل، إذا سنة كاملة بتحمل 10 آلاف من حساب مخصصات استهلاك الأعباء المقرر توزيعها على عدة دورات مالية إلى حساب مصاريف إصدار القرض المقرر توزيعها على عدة دورات مالية، أو قبول مخصصات استهلاك الأعباء المقرر توزيعها على عدة دورات مالية اللي هو مخصصات استهلاكات للتشغيل. إجراء قيدي خدمة القرض في 30/9 نون زائد 2 مع اقتطاع ضريبة الباب الثالث بمعدل 10% حيث يتعين الاقتطاع. أنا ب30/9 نون زائد 2 بدي أدفع فوائد السنة الثانية، لأنه فوائد السنة الأولى يندفعوا ب30/9 نون زائد 1، لأنه هو بتكون خلصت أول سنة من حياة القرض. فوائد السنة الثانية ب30/9 نون زائد 2 نهاية السنة الثانية من حياة القرض، أو القرض حياته 1/10/30/9، 1/10/30/9 هو صدر ب1/10 نون، تمر أول سنة من عمره بتخلص ب30/9 نون زائد 1، تاني سنة ب30/9 نون زائد 2 وهكذا. عم بيقول لي أنا بدي قيد خدمة القرض المتعلق بالفوائد وقيد خدمة القرض المتعلق بالتسديد من أصل القرض اللي هو الاستهلاك بنهاية السنة الثانية، يعني بهذه المبالغ. هذا المبلغ للفائدة وهذا المبلغ للاستهلاك. هلا هذا المبلغ بتاع الفائدة خاضع لاقتطاع ضريبة الباب الثالث 10%، فبدي أقول من حساب فوائد وأعباء مشابهة بهذا المبلغ بالكامل إلى حساب الدولة ضرائب مقتطعة من الفوائد بحصة الخزينة من هذا المبلغ، وإلى حساب حملة سندات الدين قسائم برسم الدفع بالباقي، من حساب فوائد على قيمة الدين أو القروض 204.755 إلى حساب حملة سندات الدين قسائم برسم الدفع ب90% من هذا المبلغ، إلى حساب الدولة ضرائب مقتطعة من الفوائد المدفوعة أو من الفوائد فقط ب10% من هذا المبلغ. هذا
الفوائد. هلا 950 و100 اللي هن من اصل القرض، هول بيندفعوا بالكامل من حساب قروض لقاء سداد الدين الى حساب حمل سداد الدين سداد مستحقة الدفع. هدول بده الجزء اللي بده يتسدد من اصل القرض يجعل به القرض مدينا من حساب قروض لقاء سداد الدين الى حساب حملة سداد الدين سندات مستحقة الدفع. هدول مسألتين في استهلاك القروض، وحدة بطريقة الاستهلاك الثابت، وحدة بطريقة القسط الثابت، ولا يوجد بين المسألتين مسألة تزيد أهميتها عن الأخرى. متساويتان في الأهمية. المسألة 11، في 1-1 ن، المسألة 11 هذه في الاندماج. في 1-1 ن تم الاتفاق على أن تقوم شركة الشاعر بضم شركة القلم، بانتقال جميع أصول والتزامات القلم إلى الشاعر، وعلى أن تستند نسبة تبادل الأسهم إلى القيمة الرياضية الحقيقية للسهم في الشركتين، وقد أعيد تقدير أصول الشركتين فتبين أن القيمة العادلة للعقارات تختلف عن قيمتها الدفترية، وأن كل من الشركتين تمتلك شهرة لا تظهر دفاترها على النحو المبين أدناه. المبالغ بالدولار الأمريكي، هذه القيمة العادلة للأصول التي اختلفت قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية، لأن الشهرة والأراضي والأبنية في شركة الشاعر الدامجة وشركة القلم المندمجة. هذه الميزانية العمومية لشركة الشاعر الدامجة، وهذه الميزانية العمومية لشركة القلم المندمجة. نحن نراعي دائما أن العناصر بالشركتين يكونوا هن ذاتهم. هو طبعا هذا مش حتصادف أنه نفس الأصول عند اثنين ونفس الالتزامات عند اثنين، ولكن نحن نراعي ذلك في الأمثلة التي نقوم بحلها. أول شيء بده ينعمل احتساب القيمة الرياضية للسهم في الشركتين. القيمة الرياضية للسهم في الشركتين بدي أعمل جدول أحط فيه هذه الأصول مع الشهرة، هذه الأصول مع الشهرة، وهذه الأصول مع الشهرة. هلا بالنسبة للشهرة، الشهرة بالقيمة اللي تقدرت، لأنه أساسا ما لها وجود بالدفاتر، فبالقيمة هذه. بالنسبة للأراضي والأبنية بهذه القيمة اللي اختلفت، لأنه اختلفت القيمة العادلة عن القيمة الدفترية. بالنسبة للباقي، كل الباقي بالقيمة الدفترية الصافية. إذا أكرر، الشهرة بهذه القيمة لأنه أصلا لم يكن للشهرة وجود دفتري. الأصلان اللذان اختلفت قيمتهما العادلة عن القيمة الدفترية بالقيمة العادلة لهما، وبصرف النظر عن القيمة الدفترية سواء كانت أعلى أو أدنى من هذه القيمة. الأصول الأخرى التي لم تختلف قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية تؤخذ بقيمتها الدفترية الصافية بهذه القيم. هذا اللي عملناه عند الشاعر، وهذا اللي عملناه عند القلم. للتوضيح، هذه ميزانية شركة الشاعر، وهذه ميزانية شركة القلم. هذه القيم العادلة للأصول التي اختلفت قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية، الشهرة والأراضي والأبنية. سنحسب صافي الأصول. هنبلش بالشركة الدامجة الشاعر. الشهرة بالقيمة العادلة 730 ألف.
الأراضي بالقيمة العادلة 1,200,000، لأن القيمة العادلة اختلفت عن القيمة الدفترية. الأبنية بالقيمة العادلة 700,000. آليات النقل لم تختلف قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية، فبقيمتها الدفترية الصافية 28,000. الأدوات المكتبية كذلك بقيمتها الدفترية الصافية 5,000. الأثاث بقيمته الدفترية الصافية 4,000. مخزون البضاعة بقيمته الدفترية الصافية 3,500,000. الزبائن بالقيمة الدفترية الصافية 533,000. الصندوق بالقيمة الدفترية الصافية 11,300,000. بالنسبة للشركة المندمجة، القلم الشهرة بالقيمة التي تم تقدير الشهرة بها 450,000. الأراضي بالقيمة التي تم تقدير الأراضي بها، القيمة العادلة للأراضي 300,000. الأبنية بقيمتها العادلة 200,000. آليات النقل بقيمتها الدفترية الصافية 7,000. الأدوات المكتبية 1,000. الأثاث 2,000. مخزون البضاعة 750,000. الزبائن 77,000. الصندوق 2,263,000. نجيب على الالتزامات. شو في التزامات بميزانية الشعر؟ في من الموردون ونازل، وما حدا جاب سيري انه الالتزامات اختلفت قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية، ولذلك سنأخذ الالتزامات بقيمتها الدفترية غير المختلفة عن قيمتها العادلة. طبعا الالتزامات تبدأ من الموردون النازل، إذا ما كان في قروض قبل الموردون. إذا كان في قروض قبلهم نبدأ بالقروض. إذا الموردون ذمم دائنة ضريبية واجتماعية وذمم دائنة أخرى. الموردون ذمم دائنة ضريبية واجتماعية وذمم دائنة أخرى. نجي هدول عند الشركة الدامجة الشعر. عند الشركة المندمجة القلم، الموردون ذمم دائنة ضريبية واجتماعية وذمم دائنة أخرى. الموردون وذمم دائنة ضريبية واجتماعية وذمم دائنة أخرى. مجموع الالتزامات عند الشاعر 3,000,000، عند القلم 550,000. هلا صافي الأصول، مجموع الأصول ناقص مجموع الالتزامات 450,000 ناقص 550,000. عدد الأسهم عند الشركة الدامجة 150,000، وعند الشركة المندمجة 70,000. هنكتب هون 150,000 وهون 70,000. القيمة الرياضية الحقيقية للسهم يساوي صافي الأصول قسمي عدد الأسهم. 100 عند الدامجة، 50 عند المندمجة. نجي بقى لاحتساب نسبة تبادل الأسهم. نسبة تبادل الأسهم يساوي دائما القيمة الرياضية الحقيقية لسهم الشركة المندمجة على القيمة الرياضية الحقيقية لسهم الشركة الدامجة. نسبة تبادل الأسهم يساوي القيمة الرياضية الحقيقية لسهم الشركة المندمجة على القيمة الرياضية الحقيقية لسهم الشركة الدامجة 50/100. نحن نسبة تبادل الأسهم نراعي دائما أن تكون fraction،
يعني 1/2 مش 0.5، مش 0.5. نراعي دائما أن تكون نسبة، أن تكون نسبة، لا رقم كسري. عدد الأسهم الذي تصدره الشركة الدامجة للحصول على مقدمات الشركة المندمجة يساوي عدد أسهم المندمجة ضرب نسبة التبادل. إذا كان عدد الأسهم الذي تصدره الشركة الدامجة يساوي عدد أسهم المندمجة ضرب نسبة التبادل يساوي 70,000 ضرب 1/2 35,000 سهم. هذا عدد الأسهم. الزيادة في رأس المال، الزيادة في رأس مال الدامجة يساوي عدد الأسهم الذي تصدره ضرب القيمة الاسمية لسهمها، لسهم مين؟ سهم الدامجة. قد ايه القيمة الاسمية لسهم الدامجة؟ القيمة الاسمية لسهم الدامجة 9 مليون اللي هو رأس مالها على 150,000 اللي هو عدد أسهمها. القيمة الاسمية لسهم الشركة الدامجة يساوي 60. لكن الزيادة في رأس المال 35,000 ضرب 60 الزيادة في رأس المال 35,000 ضرب 60 على وقت الاندماج. على وقت الاندماج يساوي عدد الأسهم ضرب زيادة سعر الإصدار على القيمة الاسمية. الشركة الدامجة تصدر الأسهم الجديدة بسعر إصدار مماثل للقيمة الرياضية للسهم. سهم مين؟ سهمها هي. بسعر إصدار مماثل للقيمة الرياضية لسهمها هي اللي هو 100، وبقيمة اسمية مماثلة للقيمة الاسمية لسهمها هي اللي هي 60. يعني بعلاوة اندماج 100 ناقص 60 يساوي 40. يعني علاوات الاندماج 1,400,000. نتيجة الاندماج عند الشركة المندمجة، نتيجة الاندماج عند الشركة المندمجة يساوي صافي أصول هذه الشركة، صافي أصول هذه الشركة المندمجة ناقص رساميلها الخاصة قبل الاندماج. المندمجة عند رساميل خاصة 1,100,000 رأس مال زائد 700 احتياطي قانوني زائد 150 احتياطي اختياري. يعني عند رساميل خاصة 1,950,000 نتيجة الاندماج يساوي 3,500,000 ناقص 1,950,000 يساوي 550,000 أرباح. نسبة التبادل القيمة الرياضية الحقيقية لسهم الشركة المندمجة على القيمة الرياضية الحقيقية لسهم الشركة المندمجة 50/100 يساوي 1/2. عدد الأسهم يساوي عدد الأسهم المندمجة ضرب نسبة التبادل 70,000 ضرب نص يساوي 35,000. القيمة الاسمية لسهم الدامجة 60 دولار، وبالتالي الزيادة في رأس المال عدد الأسهم التي أصدرتها ضرب 60 مليون ومية. على وقت الاندماج عدد الأسهم التي أصدرتها ضرب الفرق بين سعر الإصدار والقيمة الاسمية 1,400,000. نتيجة الاندماج يساوي صافي أصول المندمجة ناقص رساميلها الخاصة قبل الاندماج 3,500,000 ناقص 1,950,000 يساوي 550,000. المسألة 12. في 1/1 تم الاتفاق على انتقال جميع أصول والتزامات شركة أحزان إلى شركة نسيان، بحيث تقوم نسيان بضم أحزان وعلى أن تستند نسبة تبادل الأسهم إلى القيمة الرياضية الحقيقية للسهم في الشركتين، وقد أعيد تقدير أصول الشركتين فتبين أن القيمة العادلة لبعض الأصول تختلف عن قيمتها الدفترية، وأن كل من الشركتين تمتلك شهرة لا تظهرها دفاترها على النحو المبين أدناه. هاي ميزانية أصغر من الميزانية السابقة، 4 من هون ومن هون
نادي والالتزامات موجودة ببند وحيد بروبريك وحيد اللي هو اقتراض وديان دائنة. بده القيمة الرياضية الحقيقية للسهم، بده نسبة التبادل، بده عدد الأسهم، بده زيادة في رأس المال وعلامة الاندماج، وبده نتيجة الاندماج. بده مثل ما بده هونيك بس بحجم أصغر للمسألة. هاي ميزانية شركة نسيان، وهاي ميزانية شركة أحزان، وهاي القيم الأصول التي اختلفت قيمتها الدفترية عن قيمتها العادلة، أو اختلفت قيمتها العادلة عن قيمتها الدفترية. هنبلش بالشهرة. الشهرة 650 ألف عند نسيان، 169 ألف عند أحزان. الأثاث والأدوات المكتبية 1,267,000 عند نسيان، 162 ألف عند أحزان. نسيان هي الدامجة وأحزان هي المندمجة. مخزون البضاعة 1,300,000 عند نسيان، 180 ألف عند أحزان. الزبائن 300 ألف عند نسيان و40 ألف عند أحزان. الصندوق 333 ألف عند نسيان، 68 ألف عند أحزان. ها هي أصول الشركتين. أجمع ثلاثة 1,850,000 نسيان، 619 ألف أحزان. اقتراض وديون دائنة اللي هو اللي بدل الروبريك الوحيد للالتزامات، 1,650,000 عند نسيان، 179 ألف عند أحزان. صافي الأصول 1 يساوي مجموع الأصول ناقص مجموع الالتزامات اللي هو موجود كمفردة واحدة، 1,200,000 عند نسيان، 619 ناقص 179، 440 ألف عند أحزان. عدد الأسهم 40 40، 40 ألف عند نسيان، 40 ألف عند أحزان. نسبة تبادل الأسهم بيطلع إذا جيت حسبت القيمة الرياضية، إذا جيت لأحسب القيمة الرياضية الحقيقية للسهم اللي هي صافي الأصول على عدد الأسهم، 1,200,000 على 40 ألف عند نسيان، بيطلع القيمة الرياضية الحقيقية للسهم 55. 440 ألف قسمي 40 ألف عند أحزان، بيطلع القيمة الرياضية الحقيقية للسهم 11. نسبة تبادل الأسهم يساوي القيمة الرياضية الحقيقية لسهم المندمجة على القيمة الرياضية الحقيقية لسهم الدامجة، يساوي 0.2، يساوي 1/5. 1/5. إذن عدد الأسهم الذي تصدره الشركة الدامجة يساوي عدد أسهم المندمجة اللي هو 40 ألف ضرب نسبة التبادل اللي هي 1/5. إذن عدد الأسهم الذي تصدره الشركة الدامجة يساوي عدد أسهم المندمجة ضرب نسبة التبادل، 40 ألف ضرب 1/5 يساوي 8 آلاف. الزيادة في رأس مال الدامجة يساوي عدد الأسهم الذي تصدره، أو عدد الأسهم التي تصدرها ضرب القيمة الإسمية لسهمها. سهمين الدامجة، خلينا نشوف قديش القيمة الإسمية لسهم الشركة الدامجة. الشركة الدامجة رأس مالها 880 ألف وعندها 40 ألف سهم،
يعني القيمة الاسمية لسهمها 22. ده كان زيادة في رأس المال يساوي عدد الأسهم الذي أصدرته، أو عدد الأسهم التي أصدرتها ضرب القيمة الاسمية للسهم الواحد، القيمة الاسمية لسهمها هي الدامجة، ضرب 22,000 ضرب القيمة الاسمية لسهمها هي الدامجة، 8,000 ضرب 22 يساوي 176,000. علاوات الاندماج، علاوات الاندماج يساوي عدد الأسهم التي أصدرتها ضرب الفرق بين سعر الإصدار وقيمتها الاسمية. ده سعر الإصدار، سعر الإصدار هو القيمة الرياضية لسهم الشركة الدامجة. ده القيمة الرياضية لسهم الشركة الدامجة 55، يعني علاوة الاندماج للسهم الواحد 55 ناقص 22، يعني علاوة الاندماج الإجمالية 8,000 سهم اللي أصدرتهم ضرب 33 لكل سهم 264,000. نتيجة الاندماج يساوي صافي أصول المندمجة اللي هي 440,000 ناقص رساميلها الخاصة قبل الاندماج اللي هو 160 زائد 61، 221,000 يساوي 440 ناقص 221 يساوي 219,000. إذا حل المسألة الثانية عشر، مجموع الأصول 3,850,000، 619، مجموع الالتزامات 1,650,179 هي بند وحيد، صافي الأصول 1,200,440 انقسموا على عدد الأسهم، طلع الدامجة القيمة الرياضية الحقيقية لسهمها 55 والمندمجة 11، نسبة التبادل 11 على 55 يساوي 1 على 5. عدد الأسهم التي تصدره الشركة الدامجة يساوي عدد الأسهم المندمجة اللي هو 40,000 ضرب نسبة التبادل اللي هي 1 على 5 يساوي 8,000. حسبنا القيمة الاسمية لسهم الدامجة اللي هو رأس مالها على عدد أسهمها طلعوا 22، قلنا الزيادة في رأس مالها يساوي عدد الأسهم اللي أصدرتها 8,000 ضرب القيمة الاسمية للسهم الواحد اللي هو 22. علاوة الاندماج قلنا انه هي هتصدر السهم الجديد بسعر اصدار مماثل للقيمة الرياضية لسهمها اي 55، بقيمة اسمية مماثلة للقيمة الاسمية لسهمها اي 22، اي بعلاوة اندماج 55 ناقص 22 يعني 33. اذا علاوة الاندماج يساوي 8,000 ضرب 33 يساوي 264,000. نتيجة الاندماج يساوي صافي اصوله ناقص صافي الأصول ناقص رساميل الخاصة قبل الاندماج، رساميل الخاصة قبل الاندماج 221، صافي الأصول 440، يعني عند نتيجة اندماج 219,000 لما تكون زائد، لما يكون هذا الرقم زائد يعني نتيجة الاندماج أرباح.